حلقة جديدة من برنامج الرؤية، أكيد الكل حيطلع ربحان معنا، عليكم أن تشاركوا معنا على 0900-946 من فلسطين على 17-841. ضيوفنا اليوم متميزين وأكيد مفاجآت كثيرة رح نشارك فيها مع كل اللي حيحكونا، ونرجع نحكيكم حكونا الرؤية وإن شاء الله تكونوا ربحانين. نجومنا اليوم الموجودين معنا بالاستوديو، يعني شو بدنا نحكي عنهم؟ بدنا نبلش بشخص رسم ابتسامة رائعة على وجوه كل الأشخاص الوطن العربي حتى بالعالم إجمالا، يعني اشتهر ولساته مشهور، اليوم موجود معنا بدنا نرحب فيه. بس قبل هيك بدنا نشوف التقرير، وبدنا نذكر انه كان يعني شفناه في مجموعة كبيرة من الافلام اللي كلنا حبيناها، سواء التجربة الدنماركية، مرجان احمد مرجان، عمر وسلمى، ومشوار كبير امتد الى ان وصل الى مجنون ليلى او مجنون اميرة، هو الفيلم اللي كان بطله. خلينا نشوف التقرير ونرحب في ضيفنا اليوم في الرؤية. اهلا وسهلا بالضيف العزيز مصطفى هريدي اليوم في الاردن، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك يا محمد، زي صحه واخيرا بيك. واخيرا صارت وانت معنا هون. تمام، بس قبل ما نكمل بدي ارحب بضيفتنا اليوم، ضيفه رائعه، نجمه من نجوم الكوميدي كذلك، يعني ذكرناها في نجم النجوم، صوتناها كلنا واستنيناها، طلعت رانر اب بس رفعت اسم الاردن عاليا وقتها على ام بي سي. واليوم معنا ضيفه عزيزه ونجمه رائعه في الاعلام والراديو، ومن وين بدنا نبلش؟ بس قبل ما نبلش بدنا نرحب برندا كراتشي، اهلا وسهلا. اهلا، واخيرا يعني وقعتي بالشبكه. وقعت شو اخبارك؟ يعطيكم العافيه. عن جد عن جد لازم اقول لكم انه مبدع محمد، والشو كثير حلو. مبروك لكم رؤيه، ومبروك الشو، و يعني شكرا جزيلا. مصطفى كيف الاردن؟ لا الاردن تمام والله، عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الاول مبروك القناه، مبروك البرنامج، مبروك ان احنا شفنا بعض تاني. شكرا. واخيرا اليوم في عمان وفي برنامج وكذا، بس اليوم بدنا هيك شوي نضحك وكذا، بدنا نطلع من الاسئله مؤخرا الكل بيسالك اسئله شو صار وكذا وتراجيدي وكذا، احنا اليوم كوميدي عمي، جايين هون نضحك، جايين نهزر، نهزر، جايين نهزر ونربح الناس كمان. تمام مصطفى، بلشت تجربتك في اول شيء في فيديو كليب رائع مع هشام عباس، هذا الفنان الرائع، بتذكر امي الحبيبه كانت الفيديو كليب. تمام مزبوط، ومن خلالها بعدين صارت الانطلاق. ويمكن بلش، كيف بلش الموضوع مع هشام عباس؟ هو انا في صداقه تربطني بايمن بهجت قمر الشاعر والسيناريست الكبير من زمان يعني، فكنت دايما بحتك وبقابل كل المطربين المصريين، ومن اقرب الناس ليهم كانت الصداقه بينهم كان هشام عباس، فكان بيني وبينه صداقه. لما جه صور الكليب فيعني هو خد باله من شكلي، خد باله من الكاركتر بتاعي، حلو، فحب ان هو يخليني اجرب ادخل اصور معاه الكليب. كنت خايف جدا على فكره بدور الام، بدور الام، واحنا بنهزر احنا جايين نهزر، فكان كنت خايف جدا بصراحه. فايمن قال لي انت مع هشام بتطلع مع هشام كانك قاعد مع هشام في البيت، صاحبك يعني، ما تاخدش الكاميرا، ما تحسش ان في كاميرا او تخاف منها، هتلاقي الموضوع عدى معاك عادي يعني. فكان المخرج بتاع الاغنيه دي الاستاذ علي ادريس، مخرج المعروف، فكان بعد ما صور الكليب اعجب بيا، قال لي اول فيلم هعمله
هتكون معايا موجود فيها هريدي. وكان من حسن حظي ان اول فيلم عمله الاستاذ علي ادريس كانت التجربه الدنماركيه بتاع الاستاذ عادل امام. صحيح. يعني عايز اقول لك ان الصدفه والحظ لعبوا معايا دور كبير. بس بعدين اثبت حالك بجدارة. الحمد لله بعد كده اجتهدت واشتغلت والحمد لله. اكيد اكيد رندا اكيد صعبه تجربه اول مره واحد يوقف قدام الكاميرا، يعني انت لك لك تجربه كانت حلوه اكيد، شاركتي في عدد من البرامج الكوميديه طاش مطاش، وليتلي صار عندك فيلم حلو حكينا عليه شوي، كمان شوي حكينا عليه، بس حكينا كيف كانت اول تجربه قدام الكاميرا. صراحه بتعرف محمد، يعني بتذكر اول يوم ما ابتدوا قد ايه كنت خايفه، كان برنامج لايف وما كنتش طالعه تلفزيون عمري قبل، الا انه خلص بدك تطلعي لايف، هلا انسوا الستاند اب وهيك، يعني هذا برنامج وخلص اكثر برنامج مشاهد وهيك، يلا وقفنا قدام الكاميرا، لهلا ما بنسى، ما قدرتش امسك الورق، ايدي هيك كانت عم تعمل مش عم بوقف ولا بعدين صرت احكي خلص خليني امثل اني مذيعه، فهيك بلش الموضوع، انه عن جد كنت واقفه قدام الكاميرا انه عادي عم بمثل، وسلكت الامور مشيت الامور، وبعدين دخلت في مجال الكوميدي سي بي ام كمان. شفناك على السي بي ام على سي بي ام. سي بي ام شاركت ولا ما شاركت؟ شاركتي لا انا بذكرك، لا ستار سيرش، لا ستار سيرش بس سي بي ام ستار سيرش ستار سيرش هي اللي من خلال النجم النجوم. بالضبط هو يعني نجم النجوم، يعني هاي هيك كمان صدفه، كنت لسه الصيف هلا مخلصه مدرسه وبتحكيني معلمه الدراما ونبيل صوالحه انه يلا في برنامج بلبنان، يلا رحنا قدمنا. رندا انا بتذكر مصطفى اول مره، رندا يمكن يعني اول وحده من الاردن تطلع في برنامج له خاص بالاتصالات والموضوع وعلى الوطن العربي، يعني قبل سوبر ستار، احنا بسوبر ستار طلعت ديانا كرزون وكذا وكل يصوت وكذا، بس رندا كانت قبل، ما بنسى كنا في محل في مطعم معروف كل العالم قاعدين والشاشه وبصوته لرندا، لا حاجه مهمه اول تمام ورجعت شايفه حالها علينا كبر راسي هلا ايوه بدنا ناخذ اول اتصال شوف مين اول واحد اللي هيربح، اللي بيحكي له رؤيه يا مصطفى بيربح 50 دينار كاش تمام كويس. الو الو رؤيا، الو مبروك 50 دينار كاش من ناشونال بينت، مين معنا؟ ايه مساك سعيد محمد، اهلا وسهلا، مين معنا شو الاسم؟ انا مالك الطرمان من مادبة. اهلا مالك الطرمان من مادبة، ورندا من مادبة كيفت رايحة مادبة، لازم ناخذك على مادبة مدينة بتجنن، احنا من مشجعين السيد رندا الاعلامية الله يخليك. حلو اهلا وسهلا فيك، يلا واحد او اثنين او ثلاثة يا مالك. واحد ارسمها، مين احب ليش يرسم لنا اليوم؟ يلا يلا هو فيلم على فكره اذا حزره هلا بقول عشان من بقول الاستاذ مصطفى هريدي واخراج ايناس الدغيري. يلا بدك تركز معي مالك، شفناه قبل شوي على الشاشه يا مالك، بس تعالي هون رندا عشان لا ما انا شماليه هناك رجعنا او من ورا يعني يلا هي هو من كلمتين يا مالك يلا حلو شايف مالك معنا؟ مع اغنية من كلمتين؟ مش اغنية، فيلم للاستاذ مصطفى، شو مالك؟ يا مالك ركز معانا يا عم يلا شو هاي؟ وعطينا صوت تلفزيون كذلك، ضايل عندك 35 ثانية يلا الثانية طيب الثانية هي صعبة، هي عبارة عن صفة، يعني هي صح عم بتشوف قدامك بنت أو امرأة بس شو؟ ساعدوا شوية؟ ساعدوا شوية الأولى يعني ترللي احنا اخترنا رندا عشان تساعدنا صعبتها علينا مالك لا بالعكس حلو الأول هو شخص مش طبيعي مش طبيعي عقله مش طبيعي شو بيسموه؟ ترللي انتهى الوقت يا مالك رح تربح معنا 50 دينار كاش من ناشونال بينت شكرا جزيلا بس 50 دينار مجنون اميره ممتاز الرسم والله شفتوا كيف تربحي معنا انت كمان جايزه مجنون اميره هي ثانك يو شكرا لك مالك مالك اول واحد بربح معنا 50 دينار كاش تجربه الدنماركيه يا مصطفى ناخذ اتصال قبلها ممكن قبل ما نسولف على نيكول سابا صديقتنا رح تكون معنا بالبرنامج قريبا جدا بس بدنا انت تلقى الاتصال تفضل على الكاميرا شوف مين معك الو الو هلا مرحبا الو رؤيا الو رؤيا يلا ولو متاخره بس مش مشكله ربحتي 50 دينار كاش من هنات ناشونال الف مبروك مين معنا نسيمة شبول ديما شبول نسيمة اهلا وسهلا نسيمة بيك يلا نسيمة واحد او اثنين او ثلاثة على السكرين اثنين يلا اثنين حكى اثنين اثنين
سميها سميها في شيء رح نشوفه على السكرين وبدنا نسألك عنه. يا نسيمة خليكي معنا، تفرجي معنا على الشاشة. يلا وين هاي نسيمة؟ وعند معك عم بتشوفي قدامك بالشاشة في منطقة في أو شيء في عمان، أو هي عبارة عن جامعة في عمان؟ أي جامعة هاي؟ يلا جامعة هاشمية. أي جامعة هاشمية؟ لا 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 غلطانة يا نسيمة. بعطينا خيارات خلص وكمان خيارات. 50 دينار كاش، 50 دينار كاش فقط لا غير. مع الأسف الشديد كمان الربح أكثر، الجامعة الأردنية بسيطة طبينا، مش مشكلة. نسيمة مبروك، 50 دينار كاش من ناشونال بينتس، وأكيد من برنامج ألو رؤية. تجربة الدنماركية تجربة رائعة كانت، أول كان أول دخول كان أول فيلم سينما ليا، وكان أول شغل مع الأستاذ عادل إمام، مع الزعيم. فأنت يعني دخلت من أوسع الأبواب. الحمد لله يعني. فكان كان الدور كان صغير جدا، اللي هو الولد بتاع الدليفري بتاع البيتزا، وما كانش ليه كلام. فالاستاذ عادل طبعا ما بيحبش يسيب حد ساكت، لازم كل الناس اللي بتشتغل معاه في الفيلم حتى لو بيعمل دور صغير بيديله الفرصه ان هو يقول. فقال لي هتقدر تقول لي ايه؟ انت داخل شايف البيت قدامك كباريه ورقاصه ونيكول سابا مزه جامده جدا ولابسه بدله رقص وعماله ترقص والعيال قلبين الدنيا كده، انت هتقول لي ايه؟ احنا كان في كلمة دايما بنعاكس بيها عندنا لما نشوف موز صاروخ كده نقول لها موز موز. فقلت له هقول لك موز، قال لي هي دي. ومن ساعتها مصر كلها بتقول موز الحقيقة. صارت هي الافيه اللي مسكوها في الحياة. شو سر وجود مصطفى دائما في افلام عادل امام وتامر حسني؟ بيحبوك قوي يا عمي الجماعة. بص انا بدايتي مع الاستاذ عادل امام، يعني انا بعد التجربة الدنماركية على طول انضميت لفرقة الفنانين المتحدين، الفرقة المسرحية بتاعت الأستاذ عادل، واشتغلت معاه في مسرحية بودي جارد 7 سنين. أنا جينا عرضنا عندكم هنا في عمان 2007 على الأرينة، بالأرينة 100%. يعني لما بتبقى في فرقة قوية ومع زعيم الكوميديا لازم تعمل حاجة معاه في أفلامه. أكيد طبعا. وده علمني كتير وفادني كتير وأسسني كتير وخلى مشواري يعني يعدي بنجاح الحمد لله. صحيح. رندا أنت والمسرح؟ انا والمسرح صراحة انا لهلا بحب المسرح، بس هون محمد ما في، يعني قد ما تحاول قد ما هيك يعني ما فيش هالدعم الفظيع. اشتغلت مع استاذ نبيل صوالح بال 2004 وهاي هي ما عدتها، بس كانت هي بس انه بتشوفي بس متعب كثير كان متعب. يعني بشكل يومي يومي وبرمضان وجامعه وقتها وهيك. مصطفى احنا عندنا شيء يمكن مختلف عن كل بلدان العربيه بالاردن، انه المسرح في رمضان له شعبيه اكثر، شعبيه اكثر، الكل برمضان بيستنى انه يشوف المسرح بعد الافطار. يعني خلال السنة ما في كتير، يعني ما بتشوف كتير. هلا بلشوا بس مش قد قبل. الو رؤيا، مين معنا؟ هلو الو 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 مين؟ سارة قاسم. سارة رجعت حكت الو رؤيا. شو يا سيدي؟ حرام. علي قال خسرها بعدين، بس حكت الو رؤيا قال يا عمي ربحوها شو بدنا نعمل. يلا 50 دينار كاش مبروك سارة، مقدمة من ناشونال بينتس. الله يبارك فيك يا رب. كيفك سارة؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. كيفك أنت؟ يلا بدنا إياك تختاري واحد أو اثنين أو ثلاثة وإن شاء الله يطلع لك شيء. تمام سهل. اثنين يلا أرسمها كمان رسمة، بس البورد عندنا فل. يلا بدنا نقلب لها سؤال. أحزرها حزورة سارة، رح نقلب لك يا حزورة لأن السكرين عندنا فل هون ما شاء الله. رندا رسمت لنا شاشة. يلا حزوره، مين بده يحزرها؟ حزوره مصطفى ولا انا؟ اللي انت عايزيه. يلا اللي انت عايزيها جديده. اللي انت عايزه. ساره، ما هو الكوكب الاقرب الى الارض؟ يا سلام. ما هو الكوكب الاقرب الى الارض؟ المريخ. اسكندريه. المريخ بتقول لك. المريخ صح يا ساره. برافو برافو يا ساره. برافو يا ساره، برافو عليكي. جول جابوا جول للمريخ. فاكيوم كلينر مقدم من ليدرز يا ساره، هي جائزتك بالاضافه الى 50 دينار كاش من ناشونال بينتس. مبروك ساره. الف الف مبروك. المريخ بالمناسبه هو نادي موجود بالسودان، اذا المريخ والهلال هم هذول الاثنين بيناتهم زي الاهلي والزمالك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي يا معلم والله. للنخاع للاخر. طلعتوا اشاعه على الزمالك مؤخرا، انت جمهور الاهلي، انه وين ما بيروح الزمالك بيعملوا مشاكل. احنا ما راح على انجلترا. احنا طلعناش الشاعر، هو اللي بيعمل كده يا عم. الو رؤيا. الو رؤيا. الو رؤيا مبروك 50 دينار كاش من ناشونال بينتس، مين معنا؟ رغد.
رغد الاسم الكامل. رغد قهوجي. رغد قهوجي، شو اخبارك رغد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، شو بيقرب لك توني قهوجي المخرج اللبناني المعروف؟ ولا شيء. يلا ولا شيء. ولا شيء. مع ذلك ربحتي 50 دينار مش مشكلة، يلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، إن شاء الله ما تطلع ارسمها لأنه لساتها البورد. اثنين. اثنين، شو راح تطلع؟ احزرها يلا. احزرها. يلا كمان حزورة. إيش اسمها رشاد؟ رغد. رغد. يلا. رغد. رندا معك يا رغد. أيوه. كيفك رغد؟ نايمة رغد؟ اثنين، معكِ. شكلك نايمة. معصبة. صباح خير. لا لا. طيب، في أي مدينة تم تصوير فيلم كينج كونج؟ حلو. في أي مدينة تم تصوير؟ كينج كونغ. كينج كونغ. خيارات. عمان، نيويورك ولا لندن؟ أكيد عمان. أكيد. ما تستعجلي. كينج كونغ اللي طلع فوق البرج و. ما من غشش. تذكرين؟ ما من غشش. ساعديني كمان. نيويورك ولا عمان؟ نيويورك. ولا لندن؟ ما تستعجلي. نيويورك. نيويورك. برافو عليك. برافو برافو. صعب السؤال. رغدة برافو عليك، بتربحي معنا. شو نربحها؟ يلا انت ربحها. الله يبارك فيك. بدنا نربحك فرن كهربائي من ليدرز. بدي لابتوب. بدك لابتوب عاد مرة جاية. 50 دينار كاش وفرن. شكرا جزيلا لك. زعلانة. هلا ما اكون انا بطلع من الفنون السحري هذاك الوقت. معقول؟ عايز لابتوب خلص. يقرر انه بدنا لابتوب. لازم لابتوب. لازم لابتوب، لازم لابتوب. بدنا نرجع وين عم نسولف، وين عم ندردش، وين في معنا اتصال؟ في اتصال؟ المخرج بيقول لي مي، انا فكرت في مي، قلت له لا بكير، طلع في وحده اسمها مي. مي. مرحبا مي، كيفك؟ اهلين، مرحبا. اهلا وسهلا فيك. رؤيا. منيح، موعتي بالفخ. مي مبروك 50 دينار كاش من دهانات ناشونال. مي. تفضل. مي الاسم الكامل شو هو؟ مي محمد حمد منصور. اهلا وسهلا. اربع هو كل هاي ممتاز. شو اخبارك مي؟ الحمد لله تمام. كيف صايمه انت مي؟ طبعا. شو طابخين اليوم على الافطار؟ معزومه. معزومه وين؟ لهم. يلا بنروح. يلا احنا بنيجي مع انا ومصطفى، بنيجي ورندا كمان. يلا واحد او اثنين او ثلاثه. ثلاثه. سميها. يلا بدنا نشوفك شيء على السكرين وبنرجع نسالك عنه. اوكي. يلا مي. مين هو الشخص او الفنان الاسطورة الكوميدية اللي قدامك بالشاشة؟ عادل امام. برافو عليك يا مي. مبروك بربحك اشتراك ذهبي بقيمة 150 دينار من نادي ايس ايس. الف مبروك. الله يبارك فيك. ثانك يو مي. بالاضافة الى 50 دينار الكاش بدنا نتوقف مع بريك يا جماعة ونكمل، لسه مطولين احنا. يلا. لسه مطولين وفي كثير اتصالات، ونشكركم كثير انه يعني وجودكم اليوم زاد اتصالات والله العظيم. ايه ده ايه ده يا عم. ناخذ بريك، انتم مع الرؤيه، خليكم اكيد على 0900 946 تحكونا وما راح تخسروا، اكيد الكل حيطلع معنا ربحان.